عدسات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يلقي بيان الافتتاح. أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة، لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق. إن دولة جديدة تنبعث في قلبه. اتأخر مروح البيت وهو قاعد جنب التلفزيون. ونعلم أولادنا وأحفادنا مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وأعمالها. على وسائل الإعلام أن تقوم بدور فعال لتوعية جماهير الشعب بالدور الخطير الذي تلعبه التكنولوجيا في الحياة المعاصرة.